شهریوار. للمرة الثانية تطلعوا من المخفر وانتوا ما عليكم شيء، بس الثالثة رح تكون من المشرحة. انت كتير خوفتنا ها؟ نحن عالم بنمشي على القانون. والله حتى وقت نروح نتسوق ندفع الفاتورة فورا. هديك إلى علاقة بالمالية بالضبط. روحوا على الأمانات وجيبوا الأسلحة، مرخصين ومسجلين، يمكن نحتاجهم بعدين. شفت أبي شو عمل فيني أورهان؟ أول مرة أخذ لي رجل، ولا أخذ الثانية، خلاني مربوط طول عمري بالفرشة. أنا حكيت مع الدكتور وقال لي رح يضل هيك حاليا، بس ما رح تكون الإعاقة على طول. أكيد هلا بيكونوا عم يتمسخروا علي، أكيد عم يضحكوا ومبسوطين، بيكونوا عم يقولوا كيف أورهان كسر راسه لموسى وخلى ما عاد يمشي، وكيف أصلوا لموسى الخصلة الشايبة اللي بيشعره. أنا هلأ صرت مضحكتهم، أكيد عم يقولوا موسى بيكون عم يبكي مثل الولد الصغير. ما بعرف يا ابني شو بدي اقول لك. ابي فيك ترجع لي وحده من رجلي، او حتى فيك ترجع لي عقلي، ما فيك ترجع لي اياهن ابي؟ قلت لك يا موسى أنا حكيته للدكتور، أنت رح تتعافى. تتعافى؟ رجلي بتتعافى؟ طيب وأنا أبي؟ موسى رح يتعافى؟ رح يرجع عقلي مثل قبل أبي؟ أبي ضمير يا أورهان، هيك بيعذب الإنسان؟ مو ضمير اللي عم يعذبني. يعني شايف إنه معك حق؟ بتقول إنك بتقتل والظلم للظالم. شيخي أنا ماني ندمان ولا على أي شيء عملته بواحد مثل موسى، وضميري مرتاح ما عم يعذبني أبداً، ولا دقيقة بحياتي فكرت فيها إنه ما معي حق. ومين قال هالحكي؟ أنا قلت. مين أنت؟
أنا اللي واقف قدامك، أنا الشخص اللي عم يعاقبه لموسى. قلت لي أنت اللي بتعاقبه لموسى، وأنت اللي عاقبت حالك 20 سنة بسبب هداك الغلط اللي عملته، وأنت كمان اللي تخليت عن حالك وسكرت قلبك مشان اللي بتحبهم ما يتأذوا. بقى أنا واحد أنت أورهان؟ أنت هو الظالم ولا المظلوم؟ قلت لك يا شيخي إني أنا عموت. تمام، كلنا رايحين على نفس الطريق، بس أنا تخليت عن حالي وبخاف كمان من اللي راح يعمله موسى بعدي. شو أعمل يعني؟ عيش حياتي وقول ما بيهمني وبترك هالعالم اللي بحبه بإيد واحد ظالم؟ اللي شو شيخي؟ الظالم كمان بيصير مظلوم، هذا اللي نسيته أنت. أنت بتفكر إنه موسى ظالم، بس هو مظلوم. بدك تشوف مين وصله لهالمرحلة؟ تذكر أورهان قبل 20 سنة بالضبط، أورهان المتهور يلي ما بيقدر يسيطر على نفسه. موسى هلأ وقع، بس أنت اللي وقعته، وأنت كمان رح توقع، رح يقوصوك. خلينا نشوف إذا في حدا رح يشيلك ويكون معك بس أنت توقع. شو قصدك شيخي؟ أحكي بصراحة. لكل ذنب في دفع كفارة، وكفارتك هي المسامحة، طلب العفو. شو استصعبت القصة؟ ما بتقدر تروح لعند موسى وتطلب منه السماح؟ ما بتقدر؟ ما فيك تعتذر؟ ولا كبرياء وغرور أورهان ما بيسمح؟ شخصيته ما بتسمح له؟ ولا غدره؟ عطيني جواب. بخاطرك شيخي. Çık söyle yayım, dinlemezsen neyle yayım? Aşk deryasın boylayayım, ummana dalmaya geldim. Aşk deryasın boylayayım, ummana dalmaya. Aşk armanında savruldum, hem elendim hem yoruldum. Kazana girdim kavruldum. Ah ya hali. Meydana yenmeye geldim. Kazana girdim kavruldum. Meydana yenmeye شفت أبي؟ أنا صرت حتى ما بقدر روح على الحمام. موسى الوحيد، موسى المسكين، ما عنده أم ولا عنده أب، وما عنده أخت، وما عنده أولاد،
ورجل ما عنده، أنا مدمر. موسى اللي بلا رجلين. أنا جنبك يا ابني. أنت ابني يا موسى، ابني. لا أنا ما إلي حدا، ما عندي أب، ما عندي أخت، ما عندي أم. بس أكتر شي ما عندي أم. بابا 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 أنت منيح؟ ماني منيح أبداً أبداً. مانك شايفة حالة أخوك اللي عشناه قبل 20 سنة، عم نرجع نعيشه هلأ نفسه. كيف بدك يعني يكون منيح؟ أخي ليلى، بتعرفي شو قال الدكتور لأبي؟ قال له إنه ابنك ما عاد فينه يروح على العسكرية. هيك قال. ليلى روحي وقولي للدكتور أنا رايح على العسكرية. تمام؟ ليلو أخي الكبير قوي وبعده بالعشرين ورايح يخدم. بدي يخدم. ليلى أنا ما لي حدا. موسى السيء، موسى الظالم، موسى الشيطان كان عندي رجل واحدة وأخذوها مني. بدي يعمل أخوك هلأ؟ تمشي وراح ترجع مثل قبل. ليك الدكتور قال بالعلاج الفيزيائي. ما راح أمشي ليلى، ما راح أمشي، ما راح أمشي. راح تمشي، بدك تصبر. أنت قوي، أنت حدا كتير قوي أخي. قال الدكتور راح ترجع تمشي، راح تمشي. ليلى ليلى، عم ضل اسمع أصوات، في حدا عم يحكي. انتي ساعديني، احكي مع الدكتور. ليلو عطي لأخي دواء مشان تروح الصوات اللي براسي، مشان تروح الصوات. خليه يعطيني دواء. ليلى أنا معك ليلى، ساعديني. أنا معك ليلى، ساعديني. ليلى أختك معك وما رح تتركك يا روحي، صدقني. ليلى معي، ما رح تتركك. لا تتركيني. أختك معك. أختي معي. أختك معك دائما. ليلى حتساعديني. أختك لك هون. أخي حبيبي يا روحي، أنت رح تمرق ورح تمشي، حترجع تمشي. أنت قوي، أنا بعرف. انت وينك لهلا ابي؟ مشان الله تعا شوف حالة خالي. حاجة تعيط ليكني اجيت. ابي انت كنت معه وقت تصاوب؟ كنت جنبه ساعتها. اورهان الكلب غدرنا وعمل هيك فيه. لكل ذنب في دفع كفارة، وكفارتك هي المسامحة، طلب العفو. هذا شو عم يعمل هون؟ أورهان انت شو عم تعمل هون؟
ايه؟ كمال وأورهان عم يتقاتلوا. يلا اضربني أشوف، ضربني ضربني، يلا اضربني أشوف. ها أنا شغلي مو معك. شو اللي عم تعمله هون؟ كمال كمال انت لا تتدخلي. خلصنا، عامل لك بكفي، خلصنا. أورهان انت منيح؟ يلا تعال كمال. شو عم تعمل؟ واقف هدي، لا تتدخل بكفي. وين المفاتيح؟ جوا. تمام اطلع يلا. سمعت حكيك وما رحت مع خالي، ليك شو صار بسبب هالكلب؟ كمال بكفي لا تتدخل، خلاص بكفي. كمال كمال لوين رايحة انت؟ قولك خلاص. كمال كمال انتبه منيح، اوعك تتجرأ تاني مرة وتتجاوز حدودك، فهمت؟ تركها كمال، تركها تركها، امشي تركها كمال. روحي كمال. إلي إلي كمال. ابني النمر، برافو عليك. جميل، اسكت اسكت. إذا كان في حدا لازم يسكت فهو أنت ليلى مو أنا، فهمتي؟ تعبت من كل شيء، تعبت منكم كلكم. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. شفت مو؟ أنت شفت؟ شفت؟ بس ساكت! شفت أوران السبب. ليلى معي، ليلى عم تساعدني. أورهان شو انت جنيت؟ ما بكفي اللي عملته بموسى وجاي على المشفى كمان، معقول؟ لك انا تعبت من تصرفات كمال وتعبت من كل العائلة كمان، ليش ما منكم مثل الناس الطبيعيين يعني؟ ليش ما منعيش مثلنا مثل غيرنا؟ أورهان؟ أورهان شبك؟ أورهان شوفي؟ أورهان؟ 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 سكر الباب، خليني أخذك على المشفى. أورهان؟ أورهان؟ أنا مريض بهار، أنا عم موت. كمال أنا ماني عرفانة بقى كيف سيطر عليك. شو أنت مافيا لحتى تهجم على أورهان قدام الناس؟ أه؟ يشكر ربه ما قتلته. لكن اقتلني أنا. أمي مشان الله خلاص بقى. اقتلني، موت أمك يلا. وعم تقولها بسهولة؟ يدعي إني ما قتلته؟ يلا بلش مني، اقتلني يلا. شفتي وضع خالي لوين وصل؟ شفتي؟ خلي الفكرة براسك، هذا الزلمة بيكون عدونا، تمام؟ لا، هذا الزلمة ما بيكون عدونا،
هذا الزلمة أنقذ حياتي، هو ما إله ذنب غير إنه ما بيقدر يسيطر على أعصابه. هذا الزلمة هذا الزلمة مو عدوك، عدوي إلي. مرة تانية كمال، مرة تانية كمال، إذا قربت على أورهان أو ضربته ما رح سامحك أبداً ورح أغضب عليك. وإذا سألوني بقلن ما بعرف، مو ابني. جاي على بالي بزق بنص وشك. انت مانك بشر مثلنا جميل، انت واحد تافه. خلاص يلا ليلى، يلا عشغلك، يلا. وهي عرفتي بهار، انا عم موت. لا تقولي لحدا، ولو ما صار هيك ما كنت رح أقلك ابدا. أورهان ليش ما بدك حدا يعرف؟ انت لازم تروح على المشفى، لازم تتعالج كمان. لا تقولي لحدا بهار، شو حيصير اذا عرفوه؟ مشان يتطلعوا فيني بنظرة شفقة؟ خلص انا متوكل على رب العالمين، ما حدا فيه يعمل لي شيء. أورهان هذا المرض ما بيروح لحاله، انت لازم تتعالج، وعيلتك رح توقف معك، لازم تقلهم ولازم يوقفوا جنبك، ما فيك تحمل هالشي لحالك. قلتي اتعالج؟ لا بهار لا، ما بدي حدا يعرف، ما بدي ولا حدا. الأحسن أنه روح هلا بهدوء مثل ما أجيت. شو هالحكيات؟ بعرف أنه القصة ما أنا سهلة، بس صدقني في كتير ناس خلصوا من هالمرض بالأمل والحب اللي فيهم يا أورهان. ما كنت موجود بهالمدينة طول هالسنين صح؟ شو صار بس أجيت؟ انقلبت حياة كل اللي حوالي. لا بهار لا، صدقيني الأحسن أنه ما أقول لأي حدا. إذا رحت بهدوء مثل ما أجيت بيكون أحسن. ليكي بهار، أنا ما بدي حدا يزعل أو يبكي علي وأنا بعدني عايش. لا ما رح أسمح لك أورهان، ما رح خليك تروح قبل ما أشوفك عم تحارب وتقاوم الموت. الاستسلام للموت مو بهالبساطة، أنت رح تحارب، ما رح أسمح لك تظلم العالم يلي بيحبوك واللي بيأمنوا فيك. أنا جنبك. مين بتكون انت ابي؟ عن جد مين انت؟ انت هو نفسه أورهان يلي علم ابنه الهدوء والصبر؟ انت نفسك العامل يلي بألمانيا؟ ولا انت أورهان يلي ماسك سلاح وعم يقتل العالم وما بيخاف انه يرفعه بيوش اي حدا؟ اي واحد انت ابي؟ انا اساسا ما بعرف مين بكون لحتى جاوبك يا ابني. أبي الحكي اللي قالته ليلى صاير ولا لا؟ أبي أنت عن جد قوصت أخوها؟ والرجال يلي هاجمونا شو عملت فيهم بعد ما هجموا علينا؟ كمان قتلتهم كلهم؟ كان أنت عم تحاسبني؟ لا أنا ماني عم حاسبك. تتذكر وقت كنا عم نحكي؟
وقت حكيت لي عن جدي قلت لي أنا حدك على طول، وأنت موجود بقلبي والابن كمان بيخاف على أبوه. أنا خايف يا أبي، خايف أنه يصير معك شيء. خايف من أنه شي حدا يأذيك. خايف أني ضل كل حياتي بلا أب. أبي أنا أكثر حدا بالعالم بحبك، وخايف أني أفقدك وضل لحالي. بابا انت منيح؟ ما بعرف يا بنتي، ما بعرف يا ليلى، حاسس انه ما عندي قوة وعاجز عن كل شيء، خاصة وقت اللي شفته لأخوك بهذا الوضع. صار صغير مثل الطفل. تذكرت اللي صار من 20 سنة، عم فكر شو رح يعمل هلأ أخوكي. قوليلي كيف صار. منيح، أعطيته الأدوية قبل ما أجي وهدي، وهلأ هو نايم. بهار لوين؟ أساساً وين كنتي أنتي؟ أنت بتعرف وين كنت بابا؟ أكيد بتكون ليلى قالت لك. أنا ما قلت شي ولا حقول، صدقيني. إذا بدك اسألي الباقي. أنت كيف بتعملي هيك بهار؟ كيف بتتجرأي وبتساعدي لهذا الكلب؟ ما بتخجلي على حالك؟ هذا إنسان بابا، مانو كلب. أنت شو عم تحكي جنيتي؟ أخوك كان رح يجب بسبب هذا الإنسان اللي عم تحكي عنه. وأخي شو عمل على أساس أنظم منه؟ نسيت شو عمل بأختي وبكمال، ولسه في كتير عالم ما بنعرفهم كمان؟ أنا أخذت أورهان مشان مصلحتنا، مشان أختي ومشان كمال. وانت مين اللي قالك تتدخلي بهار؟ مين اللي قالك؟ خلص بابا، خلص خلص دور الكل. وهلأ اجيت على بهار يا استاذ يافوز. انت اياكي تتجاوزي حدودك. اذا في شخص واحد بهالبيت ما تجاوز حدوده فهو انا. بعدين شو حيصير اذا تجاوزت؟ ما هي اصلا ضايعة الطاسة. كنت الثقة اللي منحتك ياها، خجلتيني بهار. أنا ما بفكر مثلك بابا، وما في داعي إنه نضل نحكي بالحديث أكتر من هيك. على كل حال هلأ شوي وبتقلعني من وشك، فالأحسن روح باحترامي. بهار أنا لسه ما خلصت كلامي. بهار بابا خلص اهدى، روق، تعال اقعد. يلا يلا اقعد بابا. وانتي اسمعي، الأحسن ما أشوفك لفترة. عم تلعي نفسي من شوفتك. شوي شوي عالباب. ليلى أنا قلت اللي بدي أقوله، مشان الله طلعي لبرا، تركوني بحالي. ما في داعي تحكي شي. أنت مو بتقولي بتضل تعصب؟ ليلى ها خلص ما عاد عصب بقى. أنت شو قصدك؟ أنا أخذت أورهان اليوم مشان ما تكبر المشكلة بيناتهم. أنا ما بدي كمال يتهور أكتر من هيك، مشان الله لبقى تستنتجي على كيفك ليلى. أختي أنت اليوم تصرفتي صح. شو؟ ليش مصدومة؟ تصرفتي صح، ويلي قلتي لأبي هلأ
كل كلمة كانت صح، معك حق. أنا فكرت إنه أنتِ فكرتي شو؟ مفكرتيني ما بفهم؟ أو ما عندي عقل مثلك يفكر يعني؟ آه؟ ولا انصدمتي لأنه مفكرتيني ما بعرف أو مو حاسة أورهان هو شو بالنسبة لإلك؟ أنا وحدة؟ ليلى أنا ما في شي. وطي صوتك، لا تعيطي، لا تفيقي الوحش اللي نايم جوا، لا تخلي موسى يسمع حكيك. كلامك وأفعالك كتير واضحين بهار، واضحين، بس في شي واحد نسيتي. بتعرفي شو هو أو أنا قلك؟ شو هو؟ إنه هذا بيكون أخي، هذا أخي الحقيقي، فهمتي؟ وشو ما صار ما رح أسمح إنه أخي يتأذى أبداً، مفهوم؟ بس أنتي ما عم تحسي، حتى لو هدول مو كلهم عيلتك، بس أنتي مرتبطة فينا بهار. ما بقدر شوف شو عمل موسى بالماضي، ما بقدر، هاد لأنه بيكون أخي، مفهوم؟ ليلى، موسى كمان أخي. لا لا، صح في بيناتكن ارتباط بالدم، وصح أبوكن هو نفسه، بس أنتي ما عندك فكرة كيف عاش موسى وليش وصل لهي المرحلة، وقدي أكل هم لليلى، ما عندك فكرة بنوب، ما عندك. أنتي ما عندك ارتباط بموسى، أنتي ما عندك حب لليلى. لو كان في بقلبك شوية حب أبداً ما كنتي تصرفتي هيك اليوم بهار. موسى مانو أخوك أساساً، مانك مهتمة لأمره، بس أنا شفت، أنا شفت اليوم، شفتك بمين عم تفكري أنتي، شفت إذا ضليتي عم تفكري بهي الطريقة أنتي. شو؟ شو؟ شو رح تعملوا قليلي؟ رح تقلعوني من البيت يعني؟ ولا رح تقتلوني؟ شو رح يصير إذا ضليت هيك؟ رح تضلي بلا عائلة، رح تعيشي لحالك ورح تموتي لحالك. طلعي فيني، طلعي طلعي، أنا بعرف كتير منيح، أنا عشت اللي عم تعيشيه، مرقت بهالطريق، أنا عشت كل هاد بهار، أنا بعرف. رح تضلي لحالك بهي الدنيا، لحالك أنتي ووجع المعدة اللي رح تضلي طول عمرك عايشة معه، ووجع القلب. سأليني أنا بعرف، بعرف هذا العشاء اللي عم تحكي عنه. أختي كمال، أوعك أوعك تدخلي كمال بهالقصص، أوعك تفكري بحياتك تستغبيني، أوعك بهار، أنت عم تنسي مين أنا بكون. أنا بكون أختك، نحن أخوات، أخوات، أوعك تنسي هالفكرة أبداً. جيت وشرحت لابنك؟ الولد كان ناطرك. كنا عم نحكي وصوتنا مسموع، لو بدك انت سمعتي. ليش لحتى اسمعك بالله؟ ليش لحتى اسمعك؟ انا احترت شو جاوبه لابنك. قلت له هلا بس يجي ابوك بيقول لك الحقيقه وبيجاوبك وبيحكي لك كل شيء وبيبرر لك عشقه الكبير لليلى. مين هي ليلى؟ بدي اعرف مين هي ليلى، مين؟ مرقت 20 سنة ولسه ما انتهت، لك اجا ابنك وانت حتى عيونك ما عم تشوف غيرها، هي المرة غمضت عيونك، عمتك هي المرة. انت كمان انعميت فيكي فترة من الفترات، ليش ما كنت تحكي هيك؟ اه؟ احكي مين اللي انقذك من ايد العصابة؟ يلا قولي، وعملتي حالك بتحبيني وما فيكي بلاي، وهلا؟ انت كنت عم تحميني بوقتها؟ كنت عم تحميني؟ قوصت وقتها شي حدا من شاني؟ انا ما بقوص على حدا بدون سبب ولا مشان اي حدا. قول والله، ما انا اللي قلت لعائلتك هذا الحكي، انا اللي قلت هذا الحكي لعائلتك اللي ما بتعرفك، قلت لهم اورهان ما بيأذي اي حدا بلا سبب اذا ما بيستاهل، انا اللي قلت. هنن بيعرفوني منيح. من رجلي بيعرفوك. احترمي حالك. لا، احترمي حالي كثير منيح، ولا بتصير رجال بس علي انا. اجيت على نص بيتك عم بتعيط وقالت اللي عنده وانت ساكت قدام امك وقدام اخوك كمان، ما خليت شي ما حكته وانت كلمه ما استرجعت تحكي، هلا عم بتصير رجال علي. انا عرفت شو مشكلتك، انت مو فارقه معك انا شو عملت، انت كل مشكلتك ليلى. ايه اورهان،
أنا مشكلتي إنك عملت كل هاد مشان ليلى. أورهان، ليك لبقى تجرحني أكتر من هيك. قلي أنا ما عاد بدي إياكي معي مشان ما ضل قاعدة هون. طالما فهمتي يلا روحي لكن. روحي ارجعي على ألمانيا، لأنك رح تجني إذا ضليتي هون ورح تجننيني معك. خلص روحي، أنا ما عاد بدي إياكي. روحي روح معك. روحي روح. الله يلعنك يا تافه يا حقير. Karalar bağladın kehribar, hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah.